السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. على مر التاريخ عرفت البشريه انتشار العديد من الفيروسات والاوبئه القاتله، بالاضافه الى الحروب التي طالما اسهقت خلالها الارواح، اذ سجلت العديد من الامراض الفتاكه كالكوليرا والطاعون والايدز قديما وفيروس كورونا حديثا، حضورها متسببه في هلاك مئات الملايين من البشر. لاحظ، هذه الأوبئة والفيروسات والأمراض يعني هلكت العديد من البشر. اليوم راح نتحدث عن 10 أمراض أكثر فتكا وانتشارا عبر التاريخ، شنو عرفتها البشرية. كان مرض واحد قد يؤدي إلى موت الآلاف في ليلة وضحاها. تابع المقطع وتعرف على هذه التفاصيل. أولاً، مرض السل أو التدرن TB. تتبع العلماء سلالة هذا المرض حتى المادة الوراثية DNA لمومياء قدماء المصريين، وتبين أن هذا المرض عاث فساداً في البشرية لآلاف السنين. تسببه بكتيريا تنتقل عن طريق الجو. يهاجم هذا المرض الرئتين ويسبب ضعفاً عاماً للجسم وألماً في الصدر وتعرقاً ليلياً ونوبات وسعال شديد. لا يزال المرض منتشرا حتى يومنا هذا. ثانيا، وباء الانفلونزا العظيم عام 1918. هنالك عدة تسميات للمرض، منها الانفلونزا الأسبانية والانفلونزا 1918. يعرف بأنه واحد من أكثر الأمراض فتكا في التاريخ، ومع أنه استمر لسنة واحدة فقط، إلا أن سلالة الفيروس استطاعت القضاء على حياة 100 مليون شخص. كان قادرا على الانتقال بسهولة من دولة لأخرى عبر الجنود العائدين من الحرب العالمية الأولى لبلدانهم حول العالم. أعراض مشابهة لإنفلونزا الوقت الحالي، لكن تجمع السوائل الشديد في الرئتين والناتج عن مضاعفات الإنفلونزا هو ما أدى لموت الملايين. ثالثا، الموت الأسود The Black Death أو ما يعرف بالطاعون دبلي. يعرف الطاعون أنه أول وباء على وجه الكرة الأرضية، حيث قضى على جماعات سكانية كاملة في آسيا وأوروبا في القرن الرابع عشر. أعراضه تكون بتورم الغدد اللمفاوية وسعال وقشع دموي وصعوبة في التنفس. أسباب المرض أو السلالة الوبائية لا تزال موجودة حتى اليوم، ولكن شكرا للتطور في الطب، فأي حالات محتملة من السهل علاجها في وقت مبكر من الإصابة. رابعا، مرض الحمى الصفراء يلو فيفر، مشابه للملاريا من حيث أنه ينتقل من شخص لآخر عن طريق بعوضة مصابة، مسؤول عن وفاة الملايين ومسح قرى ومستعمرات كاملة في زمن نابليون. لا تزال الحمى الصفراء موجودة في مناطق أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ومع أن هنالك إصابات أقل خطورة من الأخرى، إلا أن هذه الحمى تبقى خطرا مهددا للحياة، حيث تسبب نسفا داخليا وفشلا كبديا مما يسبب عارض أصفر للجسد معطيا هذا الاسم للحمى. خامسا، الجدري سمول بوكس. قضى وباء الجدري الذي يسببه فيروس الفيرولا على مجموعة سكانية كاملة في القرن السادس عشر، حيث أدى إلى وفاة 90 مليون أمريكي عندما انتقل المرض من أوروبا. تتضمن الأعراض حمى عالية وأوجاع في عموم الجسد وطفح جلدي شديد يصاحبه بثرات تفرز منها سوائل تترك ندبا على الجلد عند شفائها. سادسا، مرض الكوليرا. كان شائع الانتشار في الهند لقرون وانتقل بعدها لكل العالم في القرن التاسع عشر. ينتقل عن طريق الماء والغذاء الملوثين بالجرثومة. يسبب أعراضا مشابهة للإنفلونزا كالتقيؤ والإسهال المائي وتقلصات وجفاف شديد. يؤدي للموت عند الأشخاص الذين لم يستطيعوا المحافظة على سوائل الجسم حتى يقاوم الجهاز المناعي المرض، علما أن انتشار الوباء لا يزال مستمر حتى اليوم. سابعا، الملاريا. يعد هذا المرض المتسبب من البعوض من أقدم التهديدات لحياة البشرية، حيث أنه مسجل منذ 4000 عاما، وحالات جديدة لا تزال تسجل حتى اليوم. ينتشر في المناطق شبه الصحراوية في أفريقيا، حيث تسجل حوالي 500 مليون إصابة سنويا، ومع ذلك نسبة الوفيات صغيرة جدا. أكبر وباء للملاريا انتشر في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حصد أرواح ما يقارب 100 مليون جندي أمريكي فقط. ثامنا، مرض الأيدز.
واحد من أكثر الأمراض انتشاراً حول العالم بصورة كبيرة في ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت حصد حوالي 25 مليون إنسان، يحدث بسبب فيروس العوز المناعي الذي ينتشر عبر سوائل الجسم ويهاجم الجهاز المناعي بسرعة. ليس هنالك علاج للمرض، إلا أن هنالك أدوية فعالة ضد الفيروسات القهقرية تختلف من الأعراض وتطيل حياة المصاب حوالي 12 سنة. تاسعاً، التيفوس الوبائي أو حمى المخيمات، يحدث بسبب كائنات مجهرية تنتقل بواسطة قمل الجسم. انتشر هذا المرض المدمر بسرعة في الأماكن المغلقة الفقيرة المحتشدة. تبدأ الأعراض بصداع وغثيان وحمى، وعند عدم معالجته يسبب بالإنهاك الحراري مؤثراً على دوار الدم في الجسم ومضاعفات أخرى تؤدي إلى فشل الأعضاء. عاشراً، فيروسيا للأطفال، يعتقد أنه موجود منذ آلاف السنين، ينتقل عن طريق الغذاء أو الماء الملوث بالفيروس، حيث يستهدف الجهاز العصبي للإنسان، مما يسبب أعراضاً تؤثر على الساقين وتؤدي لحدوث شلل. لا يوجد علاج للمرض، لكن يوجد لقاحاً تم تصنيعه في الخمسينات أظهر فعاليته لعقود، والآن هذا المرض ينتقل عن طريق الإنسان فقط، فإن التطعيم ضد المرض من المتوقع أن يقضي عليه في الأجيال القادمة. أضف لهم فيروس كورونا الذي غزا العالم كله وأدى إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. ظهر في الصين بداية الأمر، ومن ثم انتشر وعطل الحياة الاجتماعية وأوقف القطارات والطائرات وأشل الحياة وأدخل الرعب في قلوب الناس كلها، ونحن شهود على هذه القضية. كنا نعالج من يصاب به، وإلى اليوم هذه 10 أمراض مع فيروس كورونا كانت أكثر انتشارا وفتكا بالبشرية عبر التاريخ، عرضناها لكم. نتمنى لكم الصحة والسلامة، ولا تنسونا من خالص دعاكم، وشكرا لكم.